دكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من اكتوبر، وزميلتنا العزيزه روزان نصر، ومعها طبعا لقاء هام جدا مع كابتن نادين سلعوي احد نجمات هذا اللقاء. اتفضلي يا روزان. من جديد مريم برحب بيكي وبرحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب ايضا بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك طبعا فوز سيدات الاهلي على الجزيره بسكور يعني 72 ل 43، سكور كبير جدا، بطوله مهمه. يعني دلوقتي معايا من بعد التتويج النجمه نادين سلعاوي نجمه الفريق، طبعا برحب بيكي في البدايه على شاشه قناه الاهلي، بقول لك الف مبروك، بطوله مهمه جدا، كلميني اكتر عن استعداداتكم قبل مباراه اليوم. الله يبارك فيكي. طبعا الماتش ده كان مهم جدا معنويا ونفسيا لينا، يعني بعد هزيمه دوري مرتبط قدرنا الحمد لله ان احنا نجمع نفسنا ونتلم كفرقه وكجهاز، والحمد لله يعني قدرنا نثبت نفسنا ونثبت النادي الاهلي وندي علامه يعني كده سيجنتشر للناس ان لا يعني الاهلي موجود وهيرجع اقوى من الاول يعني ان شاء الله. نادين انت نجمه الفريق او احد نجمات الفريق، كلميني كده يعني قبل المباريات المهمه بتستعدي ليها بشكل خاص ازاي؟ والله هو كان يعني الموضوع بالنسبة لنا أكتر المرة دي فرقة، يعني المشكلة كانت يعني الفرقة كلها ما كانتش يعني ممكن أقول التجانس ما كانش أحسن حاجة في مباراة المرتبط اللي فاتت، كنا مركزين قوي في كام تمرينة اللي فاتت إن احنا نرجع الكيمستري بتاعتنا تتحسن كفرقة، وعايزين نسعد جمهورنا طبعا وإن احنا يعني نلعب لعب جماعي ممكن أكتر، نسمع تعليمات كابتن طارق أكتر ونقدر ننفذها، نذاكر الفرقة أحسن ما كنا بنذاكرها قبل كده، والحمد لله يعني احنا يعني قدرنا نعمل كده وكان باين النهارده يعني الفرق. الموسم الماضي طبعا حققنا كل البطولات، يعني كلميني مع بدايه هذا الموسم كابتن طارق اكيد ركز معاكم في تعليمات هامه جدا، ممكن تقول لنا ايه التعليمات؟ والله يعني الحمد لله احنا دلوقتي قلنا يعني ان بطوله السوبر دي بطوله يعني بنحط رجلينا بيها وبنثبت يعني ان الاهلي كده كده موجود وان شاء الله نقدر نحقق الفوز بالبطولات اللي جايه كلها. ويعني طبعا كان نفسنا يعني وبندعي الكابتن عمري فاروق طبعا ربنا يقومه بالسلامه، وكان اكبر داعم لينا واكيد بنهدي له كفرقه كلنا يعني الفوز النهارده ده وربنا يقومه بالسلامه ان شاء الله. كابتن نادين كل التوفيق ليكي وبشكرك طبعا، نورتينا، شكرا. مريم ده كان لقائنا اكيد مع نادين سلعوي احد نجمات الفريق سيدات، طبعا يعني بشكرك وعوده ليكي مره ثانيه مع لقاء ثاني.